السلام عليكم ورحمة الله. واحد البنت مغربية مسكينة شريت هاد الطوموبيل، هي جابتها لي، قالت لي عندي فوي تاع الزيت راهي تنقص في الموتور، بصح هي ما تسيش في الأرض، هي ما تسيش بصح راهي تنقص من الموتور، كل خطرة تزيد لها. علاه حتى ما تسيش في الأرض؟ هي كاين الفويت نورمال ما تسيش في الأرض. والله يا جماعة لا ستم دايرين لها الكوش. ما جيت لا نضحك ولا نبكي، والله العظيم لا هاوني يا جماعة، عزاكم الله، والله العظيم لا دايرين لها كوش. عباد الله، هذا كوش ولا موش كوش؟ تاع الطفلة، تاع الطفل واقيلا عنده في عمره عامين ولا ثلاث، سي نورمال يشرب بالزيت، هاو الزيت مازال تيتبان فيه، ها الزيت، ها الزيت. ديري لها الكوش من تحت باعوها لا هي الموتور قالت الزيت ينقص بصح قلت راه ما تسيبهاش في الارض. قلت لها على ما شريتيها؟ قالت لي شريتها على واد زيري. قالت لي انت منين؟ قلت لها من المغرب. ما بغيتش نقول لها تزيري، خفتي لا تروح. لا لا اليوم انا بصباح نضحك، والله لا راني بصباح نضحك، والله الا كوش داروه تحت التيربو أنا نقول لك، وقطره ما خرجتش من برا سبحان الله، قطره هذه لا مالك تاع الكوش اللي تشرو منها، أنا نقول سبحان الله.